هذه كانت مع أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كنت ليلا مع أمير المؤمنين عمر الفاروق ذي القدر المكين، صاحب الدرة ثاني الراشدين، من به الله أعز المسلمين، فقووا حتى أذلوا المشركين، فإذا نار أضاءت سحرا، قال: يا أسلم قم ماذا أرى، علهم ركب يريدون القرى، فخرجنا وهو كالسهم برا، فدنونا من خباء المصطلين، فإذا بامرأة قد نصبت قدرها حول عيال أعولت، ثم حيينا فردت واستوت، قال: هل أدنو، فقالت: إن أردت فبخير أو دع القلب الحزين، قال: ما بال العيال تصرخ، قالت: الجوع وإني أنفخ، أوهم الصبية أني أطبخ، علهم من بعد ذا أن يفرخوا، ويناموا حول قدري جائعين، يا لنار أضرمت في الأضلع، أحرقت قلبي وأجرت مدمعي، بيننا الله وبين الأصلع، ها أنا من فرط جوعي لا أعي، بين صوت وصياح وأنين، قال: يا أماه من أدرى عمر بك، قالت: ذاك أدهى وأمر، من تولى أمرنا لا يستقر، ينبري للناس في قر وحر، يسمع الشاكي ويؤوي البائسين، ويل عمري كيف يرعى وينام، ليس هذا من قوانين الأنام، من سهى عن نوقه جنح الظلام، يتولى رعيها راعي الحمام، إنما هذا جزاء الغافلين، ولقد أصغى لها من غير ضيق، وهو بالإصغاء للشكوى خليق، فمضى بي ذلك الشيخ الشفيق، يسرع الخطو إلى دار الدقيق، فأتى منها بدهن وطحين، وسرى الفاروق خوف النقمة في الدجى يحمل قوت الصبية، وهو ممن بشروا بالجنة، لا يرى في حمله من حطة، بل قياما بحقوق المسلمين، رحم الله أبا حفص عمر، وسقى بقعته صوب المطر، فلقد أبصرت أسلاك الشرر، تلفح اللحية منه بالسحر، وهو مهتم بإمضاج العجين، قالت الأم: وقد رمنا القيام، وتركنا عندها فضل الطعام، يا رعاك الله يا سار الظلام، تحمل الأقوات للفرث الصيام، أنت أولى من أمير المؤمنين، قال: أي يا أماه اعدلي، واذكري خيرا ولا تستعجلي، فإذا جئت الأمير فادخلي، تجديني قاعدا في المنزل، وعلي الجد فيما تطلبين، فتنحى عنهم مستترا، رابطا مربض آساد الشرى، وأنا أطلب تعجيل السرى، فإذا به قائما مستبشرا، شاكرا لله رب العالمين، قال: يا أسلم قد أسهرهم قارص الجوع، بل استعبرهم، ولذا أحببت أن أبصرهم في سرور، وكذا غادرهم، فلقد ناموا جميعا باسمين. هذه اللي كانت في عمر رضي الله عنه موقفه. بحولكم